أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في الحديث أن من عاد الولي فقد عاد الله، وسؤالي يا صاحب الفضيلة: هل يدخل في هذا الأمر من عاد الولي لشخصه فقط وليس لاتباعه ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا عاداه لشخصه هذا هوى، هذا من باب الهوى، وعادات ما هي لله وإنما هي من أجل الهوى، هذا كبير من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. هذا اتخذ إلهه هوى، يحب من أجل هواه ويبغض من أجل هواه، ويعطي من أجل هواه ويمنع من أجل هواه، هذا اتخذ إلهه هوى، هذا خطر شديد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.